الآن بعد ما شفنا الحلقة حلقة أبيك تفوز، أتمنى إن شاء الله أنكم تكونون استانستوا. مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا. حلقتنا اليوم من برنامجكم استوديو 500 راح تكون مع ضيف مميز جدا، وهو الفنان المتألق خفيف الظل داود حسين. بس قبل ما نتعرف أو قبل ما نبدأ لقائنا لهذا اليوم، إيش رأيكم نتعرف يمي على بطاقته الشخصية؟ داود حسين من مواليد برج العقرب 1958، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية لعام 1982، متزوج وله ولدان. أول عمل مسرحي كان وصية المرحوم عام 1977، لا أكثر من 40 عمل مسرحي. وبالنسبة للتلفزيون فله أكثر من 40 عمل تلفزيوني. عرف الجمهور من خلال مسرحية باي باي لندن. أما عن آخر أعمال المسرحية فقد كانت نبيك تفوز وللأطفال توي ستوري. حصل على جائزة أفضل ممثل في يوم المسرح العربي سنة 1980. إيش رأيكم أعزائي قبل ما نبدي أسئلتنا مع ضيفنا الفنان المحبوب داود حسين، إيش رأيكم نشوف آخر صيحات التقليد وفناتك داود اللي راح تشوفونها لأول مرة خلال حلقتنا الليلة؟ حياكم الله يا ناس يا طيبين يا محترمين يا فنانين، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالناس الطيبين. قرب 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 على وشها تنور. اهلا وسهلا فيكم يا فنانين يا ناس يا طيبين، اهلا يا طيبين القلب. والله كان بودي ارقص ليكم لكن بدلة الرقص مش معايا، طوفوها المرة هذه. اهلا وسهلا، ايوه اهلا وسهلا يا فنانين يا طيبين. والله كان بودي اطق لكم رقبه لكن الرقبه مغرزه، يلا طوفوها المره هذه. اهلا وسهلا، انا الرابعه بغني اسالوا الدشه عني. واه اهلا، نبتدي الان يا فنانين يا حلوين يا طيبين مع بعض مع لعبتنا ومع اول الو 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 الو. اهلا اهلا يا فنان يا طيب يا رائع يا حلو يا انا ما بعرف كيف بمدحك. مين معي؟ اهلا يا سكر. اهلا أنا سكرة، الله أكبر، شوف الكلام الحلو بيقول لي سكرة. أهلا وسهلا، والله أنت اللي قندة قندة والله، بيحطوك في الشاي كده وبيشربوك. مرحبا يا تاج. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك، من وين تكلمني؟ من أي مخفر؟ أنا معاك ربيع بديع. أهلا يا ربيع، بتبدع يا بديع، على اسمك لك 4-15 كوبون خذهم. أنا قاعد أكلمك من الكويت. من الكويت، أهلا أهلا بالكويت، أهلا بالطيبين. اسم الوالد شو اسم الوالد؟ خريف. الو الو. ايوه ايوه ايوه، معك معك ربيع خريف بديع. ربيع خريف بديع، ايوه. يا سلام عليك وعلى اسمك الحلو، يا سلام عليك. ربيع خريف بديع، يلا نبتدي مع بعض المسابقه. بس تاج الله يخليك، يا ليت تسهل لنا اللعبه شوي لانها صعبه. انا بسهل لك العمليه، يا رب تربح ان شاء الله، يا رب تربح. والله دزع جوائز لك من الان، دزع كوبونات مش واحد ولا اثنين، دزعها. يعطيك العافية يا جو. الله يعافيك يا حلو يا طيب يا بديع يا رائع يا خريف، والدنيا ربيع والجوي بديع. يا سلام عليك، أهلا وسهلا. يلا إيش رأيك نبتدي مع بعض البرنامج ونبتدي المسابقة؟ يلا يا حلو يا طيب، خليك معنا. 1-2-3 2-4 أيوة 12-6 12-6 بسرعة 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 10-11 الرقم الثاني الرقم الثاني 12-7 12-7 أيوة 4-6 أحلاه الليلة أيوة 6-12 6-12 لا هذا عيد ميلادي 14-1 ها 10-5 13-12 13-12 عيد ميلاد واحد صاحبي 7-11 أيوة أيوة 10-7 الوقت انتهى، الوقت راحت عليك، راحت عليك يا زول. ليه ليه يا زول ليه؟ لا راحت عليك، بس مشان اسمك، اسمك بديع خريف، خريف وربيع ومش خلطبيطة فصول السنة، أنا بسميك فصول السنة. كل الأشياء الحلوة فصول السنة كلها أنت، الله يخليك. وإن شاء الله مني
90 كوبون خذهم وروح. مشكور يا زول. مع السلامة يا زول يا حلو يا طيب يا طيب القلبي وينك. أعزائي رحبوا معي بضيفنا الفنان داود حسين. مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا باستوديو 50. يا هلا ومرحبا فيك وفي مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا. فناننا العزيز داود حسين، بعد ما قلدت العديد من الشخصيات والعديد من الفنانين طبعا كان لهم ردود افعال متباينه بالنسبه لهذا التقليد، لان انت مو بس قلدتهم بالتلفزيون، هم ما سلموا منك باعمالك المسرحيه. فاحنا الليله باستوديو 500 راح نفتح لك محكمه او راح يكون مطالب بالعداله. يا نهار اسود، عداله؟ الحين انتم جايبين هني علشان عداله وشغل محاكمه وما ادري شنو؟ نعم. زين استاذن. لا لحظه وين رايح؟ الحق ندور لنا كفيل شيء الساعه 11 و10. لا ما اعتقد كفيل هالحزه ماكو. ولا المصري موجود خلاص. نعم. على العموم احنا عدالتنا عداله استوديو 500، عداله اسره البرنامج، ما هي عداله محكمه. اي زين اشوف. اوكي. لقاءات عدله ولا خلوهم لا ينكم. مع السلامه. اعزائي المشاهدين، خلوها تروح كيفها، عجبها عجبها، ما عجبها انا قاعد بروحي، انا قد مرار بروحي، انا اسال وانا اجاوب. لحظه مكالمه. نرحب فيك مره ثانيه ونبي نسالك في البدايه، احنا شفنا لقطه من تقليدك لزميلنا احمد شمس الدين. فابي اعرف منك يعني انت على اي اساس تنقي الشخصيات اللي تختارها علشان تقلدها؟ والله هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه شوفي انا اذا لما اختار الشخصيات مثل ما قلت يمكن في لقاء سابق، انا اختار الشخصيه اذا كانت ناجحه، اذا كانت جماهيريه ومتميزه. فأحمد شمس الدين طبعا فنان كبير، يعني الواحد يعني كون رجل إعلامي يمكن أنا شهادتي فيه مجروحة لأني أنا من المعجبين فيه، فبالتالي لما أقلد أحمد شمس الدين أقلد إنسان إعلامي ناجح. يعني أيضا قبل شوي الفنان تاج السر اللي بتلفزيون عجمان أيضا من فنان، ولما تقول تلفزيون عجمان على طول تتذكره أكيد. فبالتالي طيب يعني هل يعني لازم يكون في ميزة معينة بالشخصية علشان تقدر تقلدها؟ أي ولا كافي إنه يكون مشهور؟ لا لا اي لازم طبعا، هو طالما يكون ناجح اكيد يكون معروف والكل يحبه والكل يتابعه ويشوفه. فبالتالي مثلا الاخ احمد شمس الدين كان متابع بشكل كبير يعني، والعديد من الفنانين اللي قلدتهم يعني معروفين. نعم. طالما تتابع الشيء وانت لو ما كنتي ناجحه، وانا عشان ما قلدناش في فضائيات فضا فضا فضا. على العموم ايش رايك نشوف مع بعض تقليدك للفنان الدكتور مروان المطوع؟ يا ريت. رساله وصلتني قبل شوي، رسائلكم وايد واحبها واعتز فيها ودائما اقراها مره مرتين ثلاثه اربعه. لا تخافون الرسائل موجوده عندي، واذا اي واحد خايف على مشكلته ممكن ارجع له رسالته يقراها. انا صارت مشكله قبل فتره في رساله من هالرسائل، احد الاخوان كتب لي يقول عندي مشكله، يقول فيها أنا ضايق خلقي. ضايق خلقك؟ لا يضايق خلقك، ضايق خلقك عطى أخوك الصغير يستفيد منه، وإذا ضاق على أخوك الصغير عطى أخوك اللي أصغر منك، هذا الحل. في فاكس ثاني، الفاكس هذا يقول دكتور هل أنت عرباوي ولا قدساوي؟ شو أقول له؟ أيضا أرد عليه، رسائلكم كلها أحتفظ فيها وأرد عليها. أنا لاني عرباوي ولا أني قدساوي، أنا نفساوي. أقول لك إياها بصراحة، أقطها لكم كاش، أنا نفساوي. ما في خوف، ما في زعل، ها، لأن كل شيء واضح وضوح تام. عموماً، إني إلى رسالة. دكتور مروان المطوع مساك الله بالخير. سامع ضحكته؟ الله يسامحك يا داود. هلا دكتور. شلونك داود؟ انا على بالي بالكنترول قاعد يضحكون. هلا والله دكتور. شو اخبارك؟ الله يسلمك حبيبي. هلا والله فنان كبير داود حسين. الله يسلمك. وهذه فرصه سعيده
وأول مرة يمكن ألتقي معك أو نتكلم مع بعض. الله يسلمك. وهذا الشيء الغريب يمكن لكثير من المشاهدين ما يعرفونه. أي نعم صح كلام سليم. وأنا في الواقع سعيد أني ألتقي مع فنان مميز وكبير وعنده قدرة عجيبة على إسعاد الآلاف والملايين من المشاهدين والمشاهدات. الله يسلمك شكرا. وفي الواقع أنت قاعد تكمل رسالتي في الصحة النفسية وتثير الضحكة والابتسامة عند الطفل والكبير والعجوز والمسن، وهذه رسالة جدا مهمة. الحمد لله. تسمحي لي غادة وشي رحب بالأخت غادة رزوقي. ها يا هلا هلا والله، ورحب في برنامجكم وأسرة الاستديو 500 وكل المشاهدين والمشاهدات. طبعا أنا شفت المشهد هذا، وفي الواقع الغريبة في المشهد هذا أنت يعني كل ما تحاول الناس تنساه التلفزيون قاعد يعيده أكثر من مرة وقاعد يسبب لي إحراج. يعني تصور داود، تصور الغريبة من أسبوع أسبوعين القناة الفضائية السودانية جابت المشهد هذا التقليد، إضافة إلى قناة سلطنة عمان الشقيق، إضافة إلى الكثير من القنوات. طيب يعني دكتور مروان يعني حضرتك انشهرت. بالعكس دكتور مروان شر من نار على علم. مش عاودين الشهرة. أنا بقول لكم على مواقف طريفة حصلت معاي بسبب الأخ داود. نعم. طبعا أول شيء أنا سعيد أنه قلدني، وهذه يعني شهادة أعتز فيها من فنان كبير. شكرا دكتور. أنه يقلدني، ومثل ما قال الأخ داود أنه هو يقوم بتقليد الناس الناجحين والمميزين والحمد لله. حب الناس هذا كنز لا يعوض في الواقع. الحمد لله. أول ما قلدني الأخ داود حسين، أول ما طلعت من العيادة بروح سيارتي. هذا في أول أو ثاني يوم بعد التقليد. الكل يشوفني ويضحك بالسيارات، الكل يشوفني ويضحك، وأنا استغرب أقول يا ربي شكلي في غلط، في حاجة غلط صرفتها. الشيء الأغرب من هذا، كان عندي محاضرة ثالث يوم، ومحاضرة كلها نكد بنكد عن إدمان المخدرات والأمراض العقلية. ولكن كان يضحك داخل المحاضرة أكيد. دخلت المحاضرة وقاعد أتكلم في المحاضرة، أول ما دخلت طبعا الكل قاعد يضحك، المحاضرة كلها ألم والكل قاعد يضحك. وإلى حتى هذه اللحظة يعني في موقف قريب صار لي أمس، لا والله اليوم، اليوم أنا في أحد معارض السيارات واحد من الشباب يطالعني ويضحك. قلت له خير؟ كان يقول دكتور أنا كل ما أشعر بالاكتئاب أحط فقرة داود حسين وأشوفها ويقلدك وأضحك. الغريبة، الغريبة داود اللي قاعد يصير الآن أن مرضاي الآن في مجموعة من مرضاي، يعني واحد من مرضاي، وهذه قصة حقيقية صارت لي من فترة بسيطة، وهذه عجيبة، فقراتك لا تنسى، المشكلة أنها لا تنسى في ذاكرة المشاهد. ياب شريط فيديو. قلت له خير شنو الشريط هذا؟ يقول احنا قاعدين الربع في الديوانية، وواحد من الربع قام بأداء شخصية داود حسين. وشلون يقلدك وانا مصور لك شريط وهذا هدية لك. الغريبة في الأندية المدرسية، من ضمن بعض الأندية المدرسية او بعض المدارس، من ضمن برامجهم المسرحية في فقراتهم هناك فقر داود حسين ويقلد مروان المطوع. فأصبحت يعني عملية انا لم اتوقع لها هذه القوة. أنا بصراحة بالأول شعرت بالإحراج، لأن صعبة داود أنت عارف يعني نعم تمشي صح صح والناس تضحك عليك. نعم صح صح وما نعم تعرف ليش تضحك عليك. بس بعدين طبعا يعني المشكلة كثير من الرسائل أنا قدمتها والبرامج اللي قدمتها في التلفزيون، الناس تتذكر فقرة داود حسين ويقلدني. نعم وطبعا هذا شيء طبعا يدل على على العموم. دكتور مروان احنا نشكرك جدا على اتصالك، وطبعا اكيد يعني لولا الحرج اللي سبب لك اياه الفنان داود حسين. انا سعيد بهذا الحرج. نعم. استاذ غاده ابي اطلب طلب واحد من داود. تفضل. ان شاء الله يحقق لي اياه داود. وحسيد توافق على تحقيق طلبي هذا؟ عيوني تامر. الله يخليك. فضل. ما تردني ها؟ تفضل. داود انت قلدت الجميع. تقريبا الجميع دون استثناء. ما خليت احد. بس انا بطلب منك طلب. عيوني. وبيك تنفذ اليوم اذا قدرت. امر. ابي داود حسين يقلد داود حسين. انا اقلدني؟ لا انا اقلد لك اياه. مو داود امام الشاشه ولا امام التلفزيون ولا المسرح ولا التمثيليات. داود الطبيعي في البيت. تعرف احنا امام الشاشه ساعات نبالغ في الحركات، نبالغ في الاداء، بس ابي داود الطبيعي الناس تشوفه الان امام الشاشه. خلاص خلاص دكتور. حسابات داود ان شاء الله يبي لها شويه ترتيبات ترتبها، انا وان شاء الله على نهايه الحلقه ان شاء الله احاول. بس شلون اقلد وانا بالبيت يعني. ان شاء الله ان شاء الله.
إذن أعزائي إيش رأيكم نشوف شخصية مميزة أخرى قلدها الفنان داود حسين؟ نشوفها مع بعض. طلع طلع لك. اهلا وسهلا فيك نون. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج لك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. قبل كل شيء بدنا نرحب في الفرقه الموجوده هون معنا اليوم. فرقه لحن الخلود بقياده عازف الاورج الاستاذ هشام حسني. بنحييهم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. اليوم معنا في الاستوديو مجموعه شوازي. طبعا شوازي المجموعه الشباب. بس يا شباب خلاص احسن طريقه مشان سكتهم نعمل لهم ونقول لهم الكم يا شوازي. الكم يا شوازي. طبعا شوازي بيقولوها في اللهجة الخليجية شوازي، في اللهجة العربية بسموها قرود، في دول بسموها سعدين، احنا بسميها سعدين. إلك إلك حقتك. طبعا كانت شخصية مقدم البرامج ميشيل القزي. نعم نعم. ميشيل قزي الحقيقة يعني أيضا من الفنانين اللي تقريبا نفس روحهم رياضية مثل الدكتور. نعم. مروان المطوع. صراحة كلمته أيام ما كنت في ابو ظبي وانا اعرض مسرحيه توي ستوري، ورجل في غايه الذوق ومستانس جدا وعرض فقره من. بس انا بس ابي اسال يعني ايش معنى حاطط بالاستوديو شوازي؟ نوع من المبالغه، عارفه يعني انا لما اقلد مثلا شخصيه معينه او شيء ابالغ، لازم ابالغ شويه. نعم. فايضا هذه كانت فكره المخرج نواف الشمري الحقيقه. نعم. انه قال نيب هذا ويبنى فعلا مكرم سامع شوازي وحطيناهم، بس اذوننا طبعا وقفنا التصوير اسمهم الكل يقضمون الكابل ويعضونه عشان شي اقول يا شباب اخر كابل عنهم لان مرتين وقفوا التصوير. نعم. وشباب الفرقه مساكين كانوا جايين مبكر وهذا، ف رمضان وكنا صايمين فالجو كان يعني الحمد لله الحلقات كذي. نعم. طيب نتوقف مع بريك اعلاني ونرجع لكم. فنان داود حسين كلمتني عن مسرحية توي ستوري إن عرضتها بعمان وبأبو ظبي أيضا. نعم. لكن إحنا الحين سؤالنا أو اتهامنا اللي موجه لحضرتك إن أنت ممثل ومنتج مسرحية توي ستوري، وتعتبر أول ممثل يعرض 4 عروض متتالية في اليوم الواحد. نعم. فليش هالتعب يعني؟ هل هي كانت السالفة مادية بحتة؟ والله شوفي، هو بالنسبة لمسرحية توي ستوري أنا قبلها بنسوي 4 عروض، بس ما كانت مسرحية واحدة، كانت مسرحيتين. هذا يختلف. هذا يختلف الوضع. الحين أنا يعني لا، أنا أساساً تقولين مثلاً إن أول ممثل أسوي 4 عروض، أوكي أنا سويت 4 عروض لمسرحية واحدة اللي توي ستوري. هو أكيد تعب جسماني حقك، لكن يعني هل أنت كان مقصدك المردود المادي؟ والله شو اقول لك يعني، هو المردود المادي ما نختلف ان احنا في فتره العيد فتره الكل يحب انه يسعد اطفاله وانه يجيبهم المسرح وانه يشوفون المسرحيه وهذا، ما وين يروحون؟ اماكننا محدوده يعني معروفه وين نروح. احنا كان حتى المخرج عبد الامير رجب ايضا اقترح علي ان احنا نعرض 5 عروض. قال لي داود فيكم شده على 5 عروض؟ قلت له عاد، لا احنا كنا نروح من الساعه 11 الصبح ما نطلع الا بالليل الساعه 10 صراحة، لأن كنا منظمين وقتنا. بس داود ما ضعفت. ما ضعفت، لا بالعكس أزيد، لأن كنا شو اسمه ظاهر تعوض بعد فترات البريك كنا نطيح له ونلط أكل. طيب إحنا لما نقول داود حسين نقول انتصار الشراح أكيد، يعني صرتوا أنتوا الاثنين مع بعض جزء واحد ما يتجزأ. نعم. فكلمنا عن مشاركاتك مع الأخت انتصار الشراح. انتصار الشراح طبعا هم شهادتي مجروحة فيها، لأن هذه أخت عزيزة، وانتصار طبعا زميلة درب فني طويل. يعني بدأنا مع بعض من باي باي لندن، يمكن أنا شايب بادي قبلها، بس هي بدأت معاي من باي باي لندن، كنا مع بعض أيام كنت أنا طالب في المعهد. فانتصار
انتصار. هل ممكن انت تستغنى في يوم من الايام عنها؟ ما مو عن مو مساله مو مساله اني انا استغنى، انا ما استغنى عن انتصار. طبعا انتصار اخت عزيزه وفنانه. نعم. ويا ريت كل الفنانات اللي انا اتعامل معاهم مثلا القى فيهم، يعني الحمد لله في بعضهم انا لقيت فيهم الشيء هذا، لكن يا ريت لو الشغله تكتمل، الصوره تكتمل كما هي مع الاخت انتصار. يعني انتصار تفهمني انا ايش اقول لها، تفهم من 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 حركه وجهي انا ايش بقول، او انا افهمها ايش تبي تقول، فبالتالي احنا نصلح حق بعض. انتصار قلت لك انا ما يعني ايش كثر ما امدحها شويه لان نعم. اخت عزيزه، ولكن مساله اني انا استغني عنها وهي تستغني عني، احنا مو مساله استغناء بقدر ما هو مساله ان احنا نبتعد لفترات ونرجع لفترات. شلون؟ نعم. يعني مثلا اشتغلنا مع بعض فتره طويله احنا وسوينا اعمال كبيره وهذا مع بعض والحمد لله الله وفقنا. ابتعدت انا فتره من بعد مسرحيه ارض وقرض، ابتعدت انا. انتصار سوت اعمال ناجحه، هذا انا قاعد اقول ردا على بعض الكلمات ساعات يقول والله ان داود بدون انتصار ما يقدر يسوي شيء، وانتصار بدون داود ما تقدر تسوي شيء، بالعكس انتصار فنانه كبيره، فنانه يعني لها جمهورها وقدمت العديد من الاعمال الفنيه انا ما كنت مشارك فيها. نعم. الو ايش رايك بالموضوع؟ من انت شو هاي النيه هذه؟ دافد قاعد احكيك. هلا 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 مسالم. انا قاعد اقول شنو هذا؟ يا اخي ما شانج شخبارك؟ هلا والله سلامات مسالم. الله يسلمك. مساك الله بالخير اخت انتصار. هلا غادة شلونك؟ شفت شلون؟ قلت لك هذه ما لها امان. يا اختي بدمنا التقليد ما نقدر ما نيوم. ايش رايك بالكلام اللي قال الفنان داود حسين؟ لا داود اصلا انا ما يعني ما اقدر اغالط داود باي كلمة. نعم. داود يتكلم بلسان انتصار وانتصار تتكلم بلسان داود. الله يسلمك. واللي في قلب انتصار داود يعرفه واللي بقلب داود انتصار تعرفه. وان شاء الله نتمنى من الله انه ما يدخلون بين العذال ولا يحاولون يفرقونا ان شاء الله. واللي يقوله داود صح، ولكن بس يعني يقولك بعد التجارب وبعد يعني معاشره الوسط كله الواحد خلاص بدا مرحله انه كبر وتشبه يعني. شلون يعني؟ انا يمكن انا اتكلم بالنسبه عني انا، بس داود انا ما ادري عنه. انا كل الممثلين وكل الفنانين احترمهم واحبهم واحب امثل معاهم، ولكن يقول لك الواحد ساعات لما يعني احنا نقضي وقت الاكبر وقت ممكن بالمجال الفني يعني خاصه بالمسرحيات، فاذا انت يكون الوسط كله هذا مو مرتاحه منه ما تقدر تعطين يعني بصدق. داود جدا ارتاح له كاني انا قاعده ببيتنا يعني قاعده مع اخواني سمين. قاعده مع يعني خاصه اخوي دهام، انا عده داود مثل اخوي دهام شنو قاعده اسولف وياه واتغشمر وياه يعني خاصه على الخشبه، يعني كل واحد فينا يخاف يجرح الثاني باقل شغله يعني صدق ان داود يطفرني ياكل بصل ويجيني. هذه من المواقف يعني اللي تكون بينكم. لا يعني ساعات مثلا شيء يعني قولي له قاده اخر اخر مره سوى فيني بتوي ستوري. نعم قتلني. تعرفين شنو قتلني؟ ليش كذي؟ والله شلون بالله يعني انا ذاك اليوم مريض منشول، قالوا لي البصل زين مو الواحد عسى ما ينتشل 60 الف دكتور يطلع له لا 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 بصل لا 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 ليمون لا 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 ما ادري كل واحد يطلع لك بشيء، انا سمعت اللي قال بصل بس. نعم. طيب احنا عرفنا انه يعني انتصار انت معنا على الخط، كان في يعني ولو انه يكون تاتش بسيط بينك وبين الفنانه يعني الرقيقة جدا الفنانة أحلام وتم الصلح بينكم؟ طبعا أكيد إحنا قالوا لنا عن طريق الفنان داود حسين فنبي نتكلم عن هالموضوع. لا داود لازم يكون له دور ولا ما تصير السالفة. الله يسلمك. عرفتي يعني شوفي أنا كنت قاعدة بيت أهلي في دبي، اتصل فيني داود طبعا هو دق لأن كانت صايرة السالفة أنا متنرفزة عليها. نعم. فهو مثل يعني حين بيطخخ السالفة وبيدخل بالموضوع الثاني. انتصار شلون شوش؟ قلت له خلصني ادخل بالموضوع ايش تبي؟ يقول لي داود كمل انت قول لهم يوم ازفك. انا لا لا اللي حصل انا يهني واحد من الاخوان الصحفيين الحقيقه وسالني سؤال قال لي شنو اللي بين احلام وانتصار؟ قلت له والله بالعكس يعني احنا ليش دائما نحاول نكبر الموضوع؟ يعني في بعض الاخوان يعني انا ما اقول الكل صراحه بعض الاخوان يعني يحبون اثاره المشاكل مثلا حتى سؤاله تحس انه سؤال استفزازي يسالك سؤال على اساس انك انت تجاوب جواب عشان ثاني يوم يحط لك مانشيت عريض والله داود قال كذي او مثلا انتصار قالت كذي او غاده قالت كذي او سين قال كذي ليش هالحكي هذا؟ انا قلت له حبيبي ليش احنا دائما يعني تبيني ارد انا مثلا اقول شيء عن الاخت احلام علشان انت تكتب ليش؟ قلت له احنا ليش دائما ندور الشر؟ خلينا ندور الخير يعني. قلت له انا امون على اختي انتصار، انت تمون على اخت احلام؟ قال لي قلت له خلاص انت كلم اخت احلام وانا كلم اللي هو الاخ العزيز
ربيع هنيدي صراحة، وهذه هذا حق من حقوقه يجب ان احنا نذكره، لان هذا الرجل صراحة كان له موقف مشرف جدا، وكلم الاخت احلام وانا ايضا كلمت اختي انتصار، وفعلا التقوا مع بعض وشغل عدل ولا كأنه في شيء. حتى انا اذكر يمكن اختي ام سالم توافقني بالرأي، ان لما رحنا الاستوديو كانت الاخت احلام قاعد تغني اغنية، عندها اغنية قاعد تغنيها، خلصت ويات سألها صحفي قال لها ايش رايك؟ قالت له الله يخليك عدل مسالم، قالت له الله يخليك الماضي انساه، احنا الحين نبي نتكلم عن خلاص انتصار اختي وانا كذا. وحتى استغنوا عن خدماتي، يعني الاخت احلام استغنت عن خدماتي، قال خلاص لا توصلها بيتهم انا وديها بسيارتي، راح بسياره واحده عدل انتصار. صح كلامك صح، بس خلينا اقول لك شغله، يعني اخت احلام هم انا ما اقدر اتهمها لانها هي كانت مظلومه بالسالفه. نعم. لان في بعض الاخوان اللي هني الله يسامحهم كانوا فعلا ما ادري شنو مصلحتهم من وراء هالشيء، انهم راحوا وترسوا راسها وترسوا اذنها انها اني انا اكرهها. وبالمقابل كانوا يجونك ناس انت ايضا يقولون لك كذي انت. انا بالعكس انا من النوع اللي كله ما علي، مالي شغل بحد، مالي شغل بحد. احنا حاولنا بس يمكن احلام من النوع اللي حساس جدا. نعم. فجدا يعني كانت خذت لو ما كانت حساسه كان ما طلعت فنانه كبيره. اكيد بكل تاكيد. على العموم هي كانت روح جميله جدكم. الحمد لله. جدا منكم انتم الثلاثه يعني. حتى الاربعه. حتى انت يا غاده، حتى يوم قلدتك انا يوم قلت غاده يعني يا رب وش شفتي شلون؟ على العموم مشكور انتصار. اوريك اذا شفت تقولي. صدقيني عسل والله عسل يا غاده. تسلمين والله. على العموم ام سالم نشكرك على هاي المداخله، وان شاء الله نلتقي فيك باستوديو 500. ومره ثانيه اللي بغيتني طق الباب ها؟ ديفيد ديفيد اخترع صراحه. ماشي ماشي ديفيد. اخبار ديفيد اخبار. اخبار. يلا باي باي. باي باي مع السلامه. أعزائي من الشخصيات المميزه جدا ايضا اللي قلدها الفنان داوود حسين هو الدكتور عمر الخطيب. أعزائي المشاهدين في الوطن العربي الممتد، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الختام وفي حلقة الختامية الآن مع الشاشة المسية. كانت فارستنا في هذه الحلقة الدكتورة شركسية شموطي، وكانت فايزة أساسا ب500 دينار، والدكتور فهيم حلوم دكتوراه في كل إشي كان فايز ب350 دينار. الآن المسابقة بينهم أصبحت الآن، والمسابقة أصبحت واضحة وصريحة بين الاثنان. شركسية بدي أربحك، أشكر خبر بقولها، أنت بدي أخسرك من الآن بقول لك أشكر خبر. بدك تداحرني جايب الكتب هذول ليش أنت؟ ها؟ سأبين لك. لك شو الحكي هذا؟ احترم نفسك، احترم حالك. بتغش أنت هان بالشو اسمه في البرنامج الآن. الآن بدنا نسأل السؤال الأول، وصاحب أعلى رصيد بده يستريح الآن الاختيار لصاحب أخفض رصيد، وتفضل يا دكتور فهيم واختيارك. اختار فضائيات. فضائيات برنامج كلنا عم بنشوف الآن السؤال في الكمبيوتر. البرنامج هذا برنامج فضائي بيعرض في تلفزيون الكويت الآن اسمه فضائيات. بدك تكمل العبارة الآتية علشان تاخذ لك ياماسي يا ياكوتي، وإلا بدكاش تاخذ لك إشي نهائيا. أخ أخ إيوة أخ إيه أخ أخ إيوة أخ إيه. لا هذا مش السؤال، السؤال الآن جاي في الطريق. السؤال بدي أسألك إياه الآن. السؤال بيقول لك يا فهيم يا خلوم يا دكتوراه في كل إشي، انتصار داوود نواف ومين؟ حسون. حسون اجابتك غلط وراحت عليك. انتصار وداوود نواف وحمود، والاجابه حمود. واخلطوا لنا القطاعات مره ثانيه وشركسيه اختياري. فنان داوود حسين من مميزاتك ايضا ان انت يعني تجيب الليفل مال الصوت بالضبط، يعني سبحان الله احنا لو نغمض عيوننا شي واسمع اللقطه اللي توه يعني هم احسب صوت الدكتور عمر الخطيب، فشلون تجيب نفس الطبقه هذه؟ والله هي يعني ايش اقول لك اختي، يعني تعتمد على قوه الملاحظه، لازم الاحظ يعني اشوف. يعني انا اساسا معجب بالدكتور عمر واحب اشوفه دائما واحب برنامجه، لدرجه انه قبل سنتين او هذا كنت اتابع برنامج بالليل واتابعه فتره الظهر بعد، فتشربت دكتور عمر، عرفت شلون طريقته، حتى دائما احب اني انا هذا يعني، فبالتالي لاحظت الشغلات الدقيقه والتفاصيل اللي فيه.
والحمد لله الله وفقني، يعني لازم تتابع كل شيء عشان اكيد تربطي. طبعا الدكتور عمر الخطيب بعتقد انه ما زعل لان قلبه كبير مثل ما يقولون، وانتم رصدتوا ايضا ردود افعال الفنانين اللي قلدتوهم فضائيات. اي والله شوفي يا اختي خليني اقول لك شيء، انا تم اتصال بيني وبين الدكتور عمر قبل عيد الاضحى، يعني تليفون كلمتني اختي قالت لي انا من مكتب الدكتور عمر الخطيب اهلا وسهلا. قلت لها يا هلا، كان تقول الدكتور يبي يكلمك. فطبعا باسلوبه هذا المتميز الاسلوب الحلو اللي يقدم فيه، ايضا اهلا وسهلا استاذ داود كيف حالك، اهلا وسهلا بك ومش عارف كذا، انا كنت من اشد المعجبين ومش عارف كذا بفنك وكذا كذا كذا. الحقيقه كان يقول لي ولكن عندما قلدتني في برنامج فضائيات سكت. قلت انا لا يكون زعل، قلت له دكتور لا يكون زعلت. كان يقول ازددت حبا واعجابا. فالحمد لله يعني الدكتور ايضا يعني متفاهم جدا. دكتور يعني ما شاء الله عليه موسوعة علمية، يعني عرفتي شلون؟ موسوعة متنقلة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد إن شاء الله ويستاهل كل خير. فبالتالي يعني أعطاني كلمات تشجيع وما قصر وقال لي شكرا وهذا، وبعث الحلقات كاملة يعني الحقيقة كنوع من أيضا أني أنا يعني إعجابا أو أني أنا أبي أبين أني أنا إيش كثر أحب هالإنسان. تكلم شوية عن مسلسل بقلبين اللي عرض في رمضان اللي طاف، تكلمنا عن طبيعة الشخصية اللي نقيتها وشنو أساسيات الأمور اللي تحطها ببالك قبل لا تختار الشخصية اللي تمثلها. بقلبين طبعا أنا بس أقول بقلبين على طول الناس يتذكرون شخصية كنعان. نعم. وشخصية يعني الكاركتر اللي أنا سويته. عفوا انت ايش قلتي عشان بس يعني شلون انت تختار الشخصيه نفسها، علشان يعني شنو الاشياء اللي تحطها ببالك قبل لا تاخذ الدور؟ شوفي خليني اقول لك شيء، شخصيه كنعان من الشخصيات اللي انا حبيت اسويها. لحظه شنو هذا؟ هاي شخصيه هذا ما كنا متفقين عليه. انا احب افاجئ. شوف خليني اقول لك شخصيه كنعان، انا اساسا شوفي حرف السين عندي السين وضايع شويه، لو تتابعين من المسلسل نفسه كان في نوع من الصعوبه في حرف السين بس. نعم. لدرجه انك كنت اتمرن. فانا فكرت يعني شفت الشخصيه واحد مرتميته، فبالتالي قاعد بيته ما يطلع، بعدين يطلع فثنتين يحبونه، يحب واحده وواحده ثانيه هو يلحقها بيحبها، فشفت حب ما حب. فقلت انا الحين العام الماضي سويت مسلسل اسمه دلق سهيل كان في كاركتر، هالسنه اذا سويت شيء عادي ايضا ما راح يضيف لي شيء، فخلنا اسوي شغله مميزه شويه خل تعطي جو حق المسلسل. فسويت جاتني فكره الضروس. بس يعني انا حاستك تعبان وانت قاعد تتكلم. انا والله كنت تعبان. شلون قدرت تمثل المسلسل كذا؟ والله شو اقول لك يعني انا صراحه يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا واحد يسوي شيء في سبيل انه يقدم عمل ناجح. طبعا هم مثل الفضائيات ما سلم من النقد، لكن خلي يقولون كيفهم. لكن اقول لك انا بالنسبه للضرس هذا يعني فكرت فيه، وبعدين شفت اللقطه في فيلم هندي اسمه يس بوس. يس بوس. شفت اللقطه حرف السين عندك. اي حرف السين. المشكله الفيلم بعد فيه حرف السين مره ثانيه. فشفت اللقطه هذه فجيت والله، وكان رحت عند دكتور الاسنان عند قسم التجميل الحقيقه، خليني اشيله عشان اعرف اسولف. تفضل. اكيد. انزين فرحت قسم التجميل، شفت شلون انطلقت. رحت قسم التجميل عند الاخوان هناك، الحقيقه ما قصروا معي، وانا ادين بالفضل لكل الدكاتره هناك ورئيس القسم والدكتور خصوصا سامي العوضي والدكتور حبيب ندوم، ما قصروا وهم لهم فضل كبير في طلعتي بهالكاركتر هذا. سويت المقاسات، ثاني يوم رحت سويت بروفا، بعدين سوينا الشقه اللي بالنص هذه الفتشه، سويتها على اساس انها فتشه حظ، لان عاده اللي عندهم فتشه بالنص من المتعارف عليه ان هذا الانسان محظوظ. فسويت الفتشه اللي بالنص ولوننا شويه على اساس انه يشرب شاي وايد. زين فركبت الضروس ولله الحمد يعني سويت الكاركتر مش معي. بس انا اقول عقب ما ركبت الضروس رحت البيت، شوف هني عاد اني انا شلون يعني على ما سويت الدور. رحت طبعا ركبت الضرس وانا تكلمت بشكل عادي، يعني مثل ما انا الحين مثلا خلينا نقول على سبيل المثال انا شيء اذا انا سويت شخصيه كنعان كذي يطلع مو حلو. رحت تقريبا يمكن ما يقارب ساعة إلا ربع إلى ساعة، صكيت الباب قلت حق ياهال وزوجتي لا حد يجيني خلوني بروحي، كني مجنون واقف قدام المنظرة
واسوي كاركترات، اطالع الضرس واطالع نفسي واقول الله بالخير مركب الله الى ان طحت على طريقه كنعان بالحكي. ماكو شفتي هذا هذا الليفل وهذا هذا علشان امشي مع هذا، الى ان انا اقتنعت بالطريقه هذه والحمد لله خاف اشلع صجين الى ان انت من بقول لا طيب طيب انت ذكرتنا برمضان واجواء رمضان، ايش رايك نشوف لقطات من المسلسل ونرجع نتكلم؟ يا ريت والله نشوف مع بعض بقلبين. انا ساكته على كل عيوبك ريال سكراب، الحين هذا يزاي اللي ذابحني وباكرتي تتركني علشان منو؟ علشان واحده من الحبار بس؟ انا سكراب وانا حبر بش. هلا خير؟ شو اللي صاير؟ اللي صراخك ليه وين؟ وبعدين في احد مزعلك؟ احد مزعلني ولا شيء، الله يهدر دلوله قاعده تحفظ دوري الجديد بالمسلسل. لا انا يا قماشه اللي ضايقك. وي انا كل كذي؟ بعد ما شفنا مع بعض لقطات من مسلسل بقلبين، ايش رايكم نشوف موقف كوميدي للفنان داود حسين؟ نشوفه مع بعض. اي شو اسمه؟ اي انجلش ما نعرف انك ما ايش يقول شنو؟ وات بليز زارا زارا كومبلكس شوبينج سنتر سمبادي تيل مي اتس هير. رجع هذا انت قول لي ايش يبي وانا ما ادري ايش يقول. يو ايش تبي انك؟ زهرة زهرة كومبلكس زهرة زهرة عندها مسرحية بكيفان. ما ادري انجليزي و ميح انجليزي يوك انجليزي ما فيش خالص يعني يو نو ما عندنا انجليزي ما اعرف ما تعرف انجليزي طريعه مسجله وحالكم حاله وزعجين العالم قصر يبا قصر على الصوت افا الله 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 اهانه قطها بحضني ومشى قط اهانه بحضني ومشى يعني بالله يرضيك انت بالذات انا بلا لو انت فضيح انت بتتحكى بالديوانيه وبتفضحني مو تبون طاري لا انا وراه انت حكيت ترى شفت خشمك هذا كذي هاي كوشه ولدو مو تحكى لا ما تحكى عرفت وانت مو تحكى تفضحني ما ادري شنو انا ما ادري شنو بس احرجني خلاص ما احنا يبا تدرون شلون شلون خليك تحرجوني عطني مصيبه طيب داود انت حبيت يعني توصل رساله معينه من خلال المشهد هذا اللي سويته؟ اي حبيت اوصل رساله ان مثلا يعني بعض الاخوان صراحه الشباب خصوصا الظاهره هذه مو حلوه ظاهره وايد يعني يعني سلبيه ان مثلا انت ما تدري ايش قاعد يقولون ايش ماله بعد معلي صوت وزعج خلق الله على قولة ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا الله يذكره بالخير يقول لك والله قاعد يسمع سياره وش اسمه ويسوق سماعه ما ادري يسوق مسدس صدق يعني صراحه يعني فما ادري وبعد للحين الظاهره موجوده هذه نعم. اعتقد هذا الاسلوب يعني انه يكون محبب للنفس انه توصل اي رساله انت تبي توصلها حق انت تدرين بالضبط ايش اللي قاعد يصير الاخوان اللي هالشكل او الاخ اللي كذي يسوي مثلا هذا يونس نفسه ويضيق خلق الناس نعم ايش حقه يا اخي اغنيتك هذه انت اسمعها لازم تفرضها على الاخرين ما ابي اسمع كذي والحين للحين يعني في بعض الممارسات صراحة تكون خاطئة يعني مع الأسف يعني في بعض الناس يحطون بعض الأغاني حتى في بعض الأغاني يفترض غير لائقة والمفروض أنه يتم نوع من الاحترام لمشاعر الناس ناس عندهم أسرة وعندهم شهداء
الى الان تشوف بعض السيارات مثلا معلي صوت مطرب ماني قايل اسمه بعد اخاف بعد يسوون فيني مثل ما سووا فيك ما ايش فيهم اخواننا لدرجه ان الكل قام يكتب كلام صراحه يؤذي يعني فبالتالي اقول لك يعني انت ما سويتي شيء غاده وطلع عليك كلام فليش ما يكلمون الاخوان اللي كل واحد معلي مسجلته وهالاغاني وهالطط وما ادري شنو دنابك وصوت دنابك ايش ماله فهذا اللي قاعد اقول لك يعني هذه ظاهره يفترض ان توقف عند حدها يعني انا اسمع اغنيه والله تبي تسمع روح اسمع نشوف المقطع الجاي اللي مزهب لنا يا المخرج حسين من الفنانين المتميزين الخلوقين المريحين لاي منتج مسرحي يعني انا اول عمل تعاملت مع داود حسين في مسرحيه ارض وقرض نعم والمسرحيه نجحت نجاح كبير وعشان كذي اتفائل بداود يعني تعاملت وياه في مسرحيه اخرى الشياطين الثلاثه مسرحيه اطفال وفي اثناء الغزو الغاشم في القاهره ايضا تعاملت معاه في مسرحيه ازمه وتحدي وطبعا اخرها كانت انتخبوا معلي اللي بدع فيها ابداع غير عادي يعني انا طبعا داود اذا بغيت تتكلم عنه اتكلم عن وفائه وتفانيه للمسرح اخلاصه في المسرح الروح الحلوه اللي ينشرها مع زملائه وروح المرح والدعابه ايضا اذكر له في ازمه وتعدي هذه شغله لا يمكن انساها موقفه الوطني تجاه الكويت وهذا الموقف يعني يدل دلاله كبيره على مدى انتماء هذا الانسان وهذا الفنان وحبه للكويت وولائه للكويت لما بغينا نسوي مسرحيه ازمه وتعدي كان فيها حشد كبير من الفنانين كان فيها طبعا محمد العجيمي وانتصار الشراح واحمد الصالح وعبد المحسن الخلفان وحسين الصالح نعم عبد الله الرويشد ايضا كان يغني فيها كان اغلب الفنانين مو موجودين في مصر احنا قدمناها في القاهره نعم اثناء الغزو الغاشم اغلب الفنانين كانوا موجودين في دول الخليج داود حسين كان موجود في الامارات لما كلمته كانت زوجته على وشك ولاده نعم في الشهر التاسع وبتولد وما عندها احد تماما ما عندها الا داود لما كلم داود ترك زوجته بالغربه في الامارات ما عندها احد ويا القاهره عمل بروبات وعرض ولد حسين انولد اثناء ما هو موجود في القاهره يعني تخيل انسان نعم يعني طبعا موقف صعب يعني يعني ولده يكون مو قدامه يعني عارفه وبينه وبينه كان هذا لقاء سابق مع الفنان المؤلف محمد الرشود في برنامجنا استوديو 500 واعتقد انه قال بحضرتك يعني كلمه حق يشكر عليها فكلمنا انت عن طبيعه التعامل بينك وبين المؤلف محمد الرشود كبير هذا الانسان هذا اقل ما اقدر اقوله يعني كبير باخلاقياته كبير بفنه كبير بعطائه وانا اشكره صراحه على هالكلمه هذه والحقيقه يعني الواحد ما يعني يعني مساله اني انا مثلا اكون رهن الاشاره وهذا هذه شغله بديهيه يعني لله الحمد يعني الله سبحانه وتعالى يعني تخلي شغله حب الارض وحب الوطن هذه موجوده مثلا في الانسان نفسه أكيد عارفه وهذا شيء معروف عنك داود والواحد يعني ما يحب يقول يعني عارف انا ما احب اقول اني انا سويت لان انت لو تقيسينها من بعد التحرير يعني من بعد التحرير وايد شباب كانوا بالمقاومه وانا اعرفهم زين ما حد يتكلم اللي سوى شيء وقف وآزر ما يتكلم اللي يتكلم يعني 90% منهم يعني مع الاسف تلقين كلامه فيه شويه مبالغه انا سويت وانا ما ادري شنو اللي يسوي ما يقول انا سويت اللي يسوي يخلي اعماله تتكلم عنه يخلي مثلا مواقفه تتكلم عنه ما يقول انا سويت وانا كذا وانا كذا عرفت شلون فمحمد رشود صراحه يعني كونه اظهر هذه النقطه اللي انا ما كنت احب اني انا اقولها كونه هو يقولها دلاله على اصاله معدن هذا الانسان وانا اشكرك يا ابو صقر وايد وايد صراحه ما ادري خنقتني العبره غيري على العموم ايش رايكم اعزائي نشوف المقطع هذا ونشوف داود قلد منه ايش رايه انا بقول الحقيقه انه
أنا بقول إنه الأرجنتين يعني لعبوا حلو قوي قوي قوي، وفعلا المباراة كانت من جانب واحد، لكن اللاعب الاحتياطي اللي على الخط ده عجبني قوي، تحركاته في الملعب كانت سليمة جدا، وكأنه أنا حسيت في لحظة إنه ربط الكرة بجزمته. ورغم ان المباراه انتهت بالتعادل 0-0 الا ان الجول الاول والثاني والثالث احسن اهداف المباراه لحد الان واحسن اهداف في البطوله كلها. حدثنا عن هذه الشخصيه اللي قلتها. الاستاذ فوزي جلال، فوزي جلال الكمبيوتر الرياضي اللي موجود أكيد. في تلفزيون الكويت. نعم. الحقيقه هذا الانسان موسوعه رياضيه. نعم. يعني وايضا الاستاذ محمد الزامل الله يوفقه ان شاء الله بشغله في بيروت. فالحقيقه قلتهم ايام كاس العالم 94، الحين احنا في 98 وكاس العالم على الابواب ان شاء الله. فكلمه يعني حق الواحد هم ايضا يقولها، او كلمه تشجيع ايضا للاخوان المنتخبات العربيه، المنتخب السعودي والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي. الحقيقه هذول المنتخبات اللي نتمنى ان نازرهم، اضافه انا صراحه من اشد يعني المعجبين. انا توني بقول يعني احنا الحين على ابواب كاس العالم. منو فريقك المفضل؟ والله انا اشجع صراحه، انا انطر تشجيعي للفريق الى دور الثمانيه، لانه ما ادري من اللي بيطلع. والله شوي اشجع البرازيل ولا طلعوا، شو اشجع ذيك الساعه؟ ما اقدر. لا بس يعني ما في مثلا فريق من الاول انت تعازره؟ اي نعم. ها شلون؟ فريق معين يعني. فريق معين شلون؟ فريق معين يعني انت تشجعه من البدايه وتتمنى انه يوصل، يعني مو بس عند دور الثمانيه وتبدي. انا احب البرازيل، لكن ايضا في المانيا، في ايطاليا، في مثلا هولندا، في فرق وايد يعني. فكلمه حق صراحه انا اتمنى ان شاء الله ان المنتخب السعودي يسوي شيء، يوصل الدور الثاني. اكيد هذه امنيتنا لكل المنتخبات العربيه، المغربي والمنتخب التونسي. لكن ايضا في شغله ثانيه، ايضا احنا لازم ندعم ايضا المنتخبات الاسيويه. أنا من أشد المعجبين بالمنتخب الإيراني، أنا أحب المنتخب الإيراني صراحة. نعم. أحب باقري وعزيزي ودائي وأبيهم يسوون شيء. نعم. أحب المنتخب أيضا الكوري، أحب منتخبات الآسيوية، أبي آسيا، أبي قارة آسيا. فبالتالي تمنياتي للكل إن شاء الله أنه يفوزون إن شاء. نعم. الله يا رب. داود وإحنا قاعد نتكلم قالوا لي الإخوان بالكنترول أن المكالمات كانت كثيرة جدا، يبون إعادة مشهد مقدم البرامج تاج السر. أيه. من تلفزيون عجمان، ايش رايكم نشوفه مع بعض؟ الو. ايوه حياكم الله يا ناس يا طيبين يا محترمين يا فنانين، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالناس الطيبين. قرب 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 على وشها تنور. اهلا وسهلا فيكم يا فنانين يا ناس يا طيبين، اهلا يا طيبين القلب. والله كان بودي ارقص ليكم لكن بدلة الرقص مش معايا، طوفوها المرة هذه. اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا يا فنانين يا طيبين. والله كان بودي اطق لكم رقبه لكن الرقبه مغرزه، يلا طوفوها المره هذه. اهلا وسهلا، انا الرابعه بغني اسالوا الدش عني. واه اهلا. نبتدي الان يا فنانين يا حلوين يا طيبين مع بعض مع لعبتنا ومع اول. الو 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 الو. اهلا اهلا يا فنان يا طيب يا رائع يا حلو يا انا ما بعرف كيف بمدحك. مين معي؟ اهلا يا سكر. اهلا انا سكر، الله اكبر، شوف الكلام الحلو بيقول لي سكر. اهلا وسهلا، والله انت اللي غنده والله، بيحطوك في الشاي كده وبيشربوك. مرحبا يا تاج. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. من وين تكلمني؟ من اي مخفر؟ انا معاك ربيع بديع. اهلا يا ربيع، بتبدع يا بديع، على اسمك لك 4-15 كوبون خذهم. انا قاعد اكلمك من الكويت. من الكويت، اهلا اهلا بالكويت، اهلا بالطيبين. اسم الوالد شو اسم الوالد؟ خريف. الو الو. ايوه معك ربيع خريف بديع. ربيع خريف بديع. ايوه يا سلام عليك وعلى اسمك الحلو، يا سلام عليك. ربيع خريف بديع، يلا نبتدي مع بعض المسابقه. بس تاج الله يخليك، يا ليت تسهل لنا اللعبه شوي لانها صعبه. انا بسهل لك العمليه، يا ربي تربح ان شاء الله، يا ربي تربح. والله دزع جوائز لك من الان، دزع كوبونات مش واحد ولا اثنين، دزعها. يعطيك العافيه يا زول. الله يعافيك يا حلو يا طيب يا بديع يا رائع يا خريف، والدنيا يا ربيع والجوي بديع، يا سلام عليك. اهلا وسهلا، يلا ايش رايك نبتدي مع بعض البرنامج ونبتدي المسابقه؟ يلا يا حلو يا طيب خليك معانا. 1 2 3 2
2-4 أيوة 12-6 12-6 بسرعة 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 10-11 الرقم الثاني الرقم الثاني 12-7 12-7 أيوة 4-6 إله الليل أيوة 6-12 6-12 لا هذا عيد ميلادي 14-1 ها 10-5 13-12 13-12 عيد ميلاد واحد صح 7-11 أيوة أيوة 10-7 الوقت انتهى الوقت راحت عليك يا زول لا يا زول ليه لا راحت عليك بس مشان اسمك بديع خريف وربيع ومش خلطبيطة فصول السنة أنا بسميك فصول السنة كل الأشياء الحلوة فصول السنة كلها أنت الله يخليك وإن شاء الله مني 90 كوبون خذهم وروح مشكور يا زول مع السلامة يا زول يا حلو يا طيب القلبي وينك طبعا فناننا داود حسين يعني احنا نطالبك بسهرة ثانية جزء ثاني حق هذه السهرة لان الوقت ما مدانا وفي شغلات كثيرة نبي نتكلم عنها والله انا بخدمتكم وبخدمة المشاهدين الكرام والله انا صراحة كنت مقرر اسافر بس بهون يعني خلاص اجل السفرة ان شاء الله خلاص اذا اعزائي ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين باذن الله راح يكون لقائنا على الهواء مباشرة مع جزء ثاني من استوديو 500 والفنان داود حسين بس قبل لا نختم ابي اشكر الشيخ دعيج الخليفة الصباح باعث لك اهداء الى الفنان بمعنى الكلمة شكرا فتفضل بكل ورد طبعا اكثر من رائع منسق الطريقة والحلوة مشكور اخوي دعي صراحه يعني انا هذا الانسان ايضا اكن لك المحبة وتقدير والورد انا اللي توضح فيه شكرا مشكور حبيبي بارك ومشكور فناننا داود حسين شكرا. على وعد اذا اعزائي بلقاء معاكم والفنان داود حسين الاسبوع الجاي يوم الاثنين ان شاء الله فكونوا معنا مع السلامه